ليش ما تجين العراق؟ يا شوف، أنا مشكلة مع العراق لحد الآن لسه في اللغة. أيوة، تحجين تحكي، ما لسه مش مستعبد. لا ما أجي، أجي إن شاء الله. أنا يعني شوفوا، طيارتي أنا كان عندي طيارتين، تمام؟ طيارتي كانت عندي سوداء وواحدة بيربل، تمام؟ السوداء اللي رحت بيها للمغرب تتذكروا؟ هذيك السوداء، هذيك طيارتي الخاصة السوداء. يعني كان رحت بها للمغرب فصار فيها ضرب. أيوة، شو الكراسي حقها كانت تتمط، ما صارت تتمط، صارت تتزحلق وتسوي صوت. أيوة، فقلت لهم ودوها صلحوها، قالوا لي والله هذا النوع الغالي ما يتصلح إلا في الصين. قلت لهم تمام، خذوا الطيارة السوداء وخلوا البربر يعني أصير فيها السيارة البربر. إيش صار فيها؟ مسكين الطيار، جاءته كورونا. لما جاءته كورونا ترشاح وحالته حالة، فمرض وعاد أولاده، فقلنا له خد إجازة 3 شهور. أيوة، فأنا تخيلوا جالسة بدون طيارة. أنتوا تتذكرون فنزاتي لما كانت سيارتي أصفها هون، كانت تنزل هون، تتذكروا؟ أيوة، كانت تنزل هون. بس مشكلة والله، تقولوا لي ما عندي مشاكل، عندي مشاكل كثيرة والله العظيم. فجلسة أنا تخيل في أحد يستحمل كل هذا؟ كيف في أحد يستحمل ما يعيش بدون طيارة الخاصة؟ في أحد؟ يعني أنا جلسة أستحمل فوق طاقتي طيارات 2، مش بس الأولى، يعني 2ناتهم. والله جالسة ترى أصبر وحالتي حالة، بس الحمد لله الإنسان يعني شي يقول الحمد لله. أيوة والله أقول الحمد لله. وين الكلب دودو؟ كلب دودو الله يسعدك، كلبي كان معايا، كلبي يعني جات وحدة اسمها تريفا. هذه تريفا كانت عينه عليه من زمان لما كان صغير، كانت تيجي تهوهو جنب البيت. أنا كنت شو أسكر البيت وأدخل ميلان، أقول لا ما يصير، أنا ما عندي كلبي يروح عند كلبات الناس. فكنت دايما ألاقيه كده تحت الباب ويسين ويسبعته رسائل لبعض. أيوة، كم مرة كمشتو حبستو حجزتو. أيوة، بعدين شو صار؟ رحت مشوار، تتذكروا لما كنت مكسورة في رجلي؟ أيوة، هذاك الأيام ميلانو أخذ شنطته وهرب مع الكلبة، هرب معاه وخلى لي رسالة، قال لي ماما هو 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 هو. لسه ما فكيت الرسالة الشفرة لأني أنا مو كتير أعرف لغة الكلب، فأكيد هو قال لي أنا آسفة إنك ربيتيني، آخر شيء رحت، تمام؟ فمن يومها ما شفتهم، أكيد جاب برعان وجاب زعاطيط، وأنا صابرة يعني شو نسوي، هذه الحياة الدنيا. عارف اني انا ما كنت موافقة عليها، ليش؟ انه هو ابيض وهي قرمزية جاية على بني، وانا ما بدي يكون مهجن، انا بدي بومرانيان يطلع يعني اصلي. انا ما كنت موافقة لانه مش نفس القبيلة، وانا مش ما توافقت على هذا الزواج، ما كنت موافقة صراحة، عشان ما اخرب السلالة وقبيلة هذيك، يعني في بنات مشاكل. روبي وافقت ولا لسه؟ خلي روبي، خليها صايعة ضايعة، الكل شاف طيبة قلبها، كل ما في اكسبلور ما شاف طيبة قلبها، خليها بايرة. مين في كلب راح يقبل عليها اصلا غير الكلب حقي؟ وشوف تشوف، يمكن اقول له لما يشوف الفيديو يمكن ما يوافق.
أيوة عشان أنا ميلانو عنده كرم. أيوة تسوي إغراءات. شفتها تسوي إغراءات في الإكسبلور. أوكي لقمة العيش بس مو لهالدرجة. أيوة ما عندنا بنات كده. فما أظن أن ميلانو يقبل فيها صراحة. شفناها الكل شافها. تخيل ميلانو على آخر أيام يقول آه أنت مرتك بانت طيبة قلبها في الإكسبلور. كلسونها بان للبنات للناس. تخيل يزعل ترى يزعل ميلانو عنده كرامته. أيوه فما أتخيل أصلا ميلانو مستر ميلانو يتقبلها. ادخلي جوا في صوت مزعج. شو الصوت؟ في صوت؟ بسم الله ايش هالصوت؟ كانت تعمل روتيني اليومي. اي والله دقيقة نعلقوا كشتكم. كيف بندوكي؟ غبي انت ما بندوني. حسابي مو مبند. ها انا ما بدي لايف بدي بس اصدقائي اللي اعرفهم. مو مبند حسابي مو مبند. شوفوا هاي بكشتكم. تعالوا لكم تعال. قالت حبيبي قالت دا افتح يوتيوب. انا طفشانه من التيك توك افتح يوتيوب. سالي ما رجعت والله. ترجع وتروح أحب هالأشياء. أحب أشيل اللزق كذا راحة نفسية. الله شوفوا راحة نفسية. غني قالت حبيبي يا لسه في لزق كمان. نزلي أغنية يشبهك قلبي إن شاء الله. ترى ما بدها والله ما بدها تطلع. شوف فنان بوريكم. انتو ما يصدقوني انتو ما فيكم ثقة فيا. يعني مو هذه أغنية؟ وينها أغنية؟ يي شفتوا هذه أغنيتي ما تشتغل. ها الصوت ما يشتغل معايا.